هلا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. انا حسين عقيل، راح اكون وياكم كورس تصميم الشخصيات للافلام والالعاب. مبدئيا بهذا الكورس راح نشتغل على برنامج الكريتر. انت اشتغل على التطبيق او على البرنامج اللي يناسبك. هذا التطبيق انا استخدمه لان مجاني وخفيف على الحاسبة، يعني حاسبة مواصفات بسيطة ممكن تشغل هذا البرنامج، بالإضافة للبروشز الحلوة كل أسبوعي ونظام ليرات مثل الفوتوشوب. أول ما نفتح هذا البرنامج، هاي راح تكون الواجهة مالته. نقدم فايل، راح نختار نيو، راح تطلع لنا هاي قائمة. نختار أي فور أو أي قياس يناسبنا. وهذا الكورس ما راح يكون عن البرنامج بحد ذاته، راح يكون عن البروسس تصميم الشخصية. فببساطة انه اي قياس نفتحه. اول خطوة عملية تصميم الشخصية هي عملية المود بورد. عملية المود بورد احاول اشوف انا شنو الشخصية اللي راح اشتغلها. هل راح اشتغل شخصية سايبر بانك، شخصية عربية، شنو البريف؟ فهنا لما هذه الشخصية واضح من المود بورد ان هي راح تكون عربية وبيها شيء من الفوكس ثعلب، وانه وزرد اللي هو ساحر. من المود بورد اخذنا هاي الفكره، وهو البريف وصل على هذا الاساس واللي راح نشتغل عليه. فحاليا ناخذ افكار، يعني اشوف هل هذه العمامة عجبتني، هل هذا الشغل عجبني. وراها نفتح البروكريت مره ثانيه، او الكريتر عفوا مره ثانيه، نشتغل على سكتشز. هنا let your hand loose، يعني خلي ايدك براحتها تشتغل. باو على ريفرنس قد ما تقدر واشتغل. هنا انا فتحت السيمتري فتحت اللي هو اشتغل على اليمين يطلع على اليسار. هنا بس دا اسوي indication مكان الاذان، يعني دا احدد مكان الاذان وين، مكان العين وين. دا احاول انه ايدي تتعود على رسم الفوكس، او شنو اللي يميز الفوكس عن الذيب او عن القطة او عن دني. احاول انه يعني اللي هو ستدي، مثل ستدي، هو مو ستدي، ستدي ذاك ياخذ ممكن ساعات اكثر، بس هذا الشيء قريب على ستدي. وورم اب ممكن يكون اللي هو تحضير، يعني بعد ما حطنا المود بورد جينا سوينا ستدي على الجمجمة ممكن مال ثعلب، ستدي ممكن هسه راح نجي نشوف شنو الشغلات اللي راح اسوي استدي عليها. هنا أنا طبعا الفوكس الاول كان بيه اخطاء مساحته، اشتغلت على فوكس ثاني. اكو هذا الشكل الدايمن مال وجه الفوكس يعطيني فوكس اكثر، اللي هو اقدر اقول التشيكس مالته، الخدود مالته بيها هذا الكايند اوف فرو، انه اقدر اقول شكل الدايمن هذا اللي يميز الفوكس عن القطة عن الذيب، شكل الوجه مالته. هنا أنا الديل مالته همتها تكون فاميليار ويا الديل مالته. فاشتغلت الديل للفوكس. هنا أنا أكو حركات للديل اللي راح أشتغلها، وراح أشوفهم بالكاركتر النهائي راح يكون أكو ديل مقارب عن هذا اللي اشتغلنا. كلش مهم تدرسون جزئيات بسيطة عن الكاركتر اللي راح تشتغلوها، سواء كان سايبر بانك أو أي شيء. هنا أنا دادوس البوز طبعا، اللي هو البوز اللي ممكن تكون الشخصية ما أخذته. فشنت أقول إنه يعني إذا تشتغلون عن شخصية آلي، مهم إنه تدرسون الآلي شلون يصير، أو قطع من مكان جيبوها وتدرسوها. هاي كلش مهمة بهذا البروسس اللي هو بروسس الستدي. هذا وورم أب، هذا أصلا ما راح يطلع للعلم، ما حد راح يشوفه، هذا بينك وبين نفسك، يعني وورم أب ما حدا حيشوفه. لا تخاف، اشتغل لوص. هنا تشوفون اكو تلويص على قلب الوجه بالجسم عادي، ان انا اشتغل براحتك. هاي المنطقة اللي هي انت كل شي فري بيها، دا راح يكون اكو مثل وشم نحاول اشتغل وشوم عليه. هذا هو كله وورم اب، كله تحضير. طبعا العصر طماطين راح نجيها. نادي صراحة طولت،
بالشغل عليه، يعني كل شيء حب الشغل على الهيومن بودي او الهيومن فيجر، فخذت احتوي نعم اوكي. ها هنا الرمز لا تحير انه شنو اشتغل عليهم. اظن كذا هاي منطقة الستادي، تقدر تدرس بيها فيجر، تقدر تدرس بيها وجه، تقدر تدرس بيها سكول، تقدر تدرس بيها تريبي الملابس، تقدر تدرس بيها اي شيء هنا. بس ضروري هاي المرحلة تبدي بيها، كلش ضروري. ليش؟ احد من تبدي تشتغل الشخصية على الاقل انت عندك معرفة ولو بسيطة بانه العمامة شلون تصمم، او شلون يصير بها الاوفرلاب بين طبقات، او الوجه اصلا شلون يصمم، او الجول اللي على العمامة، او ريش نعام، او لان الامور يعني الشغلات اللي هي انها اصلا موجودات بالمود بورد، بس انت هنا تضيف لنا التوتش مالتك، لمسة مالتك. ممكن تكون كريتيف بهاي المنطقة، وممكن لا تكون تخليها ستدي بحت، يعني بالنهاية راح تفيدك مو بالشخصية هاي وحدي، لا هذا الاستدي يفيدك حتى بشخصيات مستقبلا، يعني تبدي شخصية ثانية وتكون شخصية واقعية، على الأقل أنت تعرف إن شلون تشتغل الوجه، أو شلون تشتغل الإمام، أو شلون تشتغل التشريح. فهاي المعلومات اللي راح تشتغلها بهاي البداية بهاي الورم أب راح تفيدك كل شوية بالشخصيات الجاية. بس ممكن أنا الرسوم ما راح أشتغلها، أو ممكن هذا طلع عند أشوفه ممكن ما أشتغل، بس وين هذا راح يفيد؟ راح يفيد بالشخصيات المستقبلية اللي يشتغلها. فهاي تكون الأهمية مع هذه المرحلة. اوكي نهاية العصر اللي راح يتمشى الوند. ماذا يعني خلي اكو فيلينج، حاول نلتزم بالبريف الجاي. لازم نقرأ البريف، نفهم شنو اللي المطلوب من هاي الشخصية، شنو الكاركترز من هاي الشخصية، وهاي راح نجيبها بالليفل وراء اللي هي من نبني نسوي سلوت. بس هنا هاي مرحلة كلش ممتعة، اللي هي خذ راحتك بيها، اشتغل براحتك، لوص براحتك، لوص يعني خربش شخبوط براحتك. اوكي هنا انه هو مو شاب، الشخصية ماتي مو شاب، الشخصية ماتي عبر 40، فأنا مدام عربي فالعربي عند هاي اللحية، فقررت نشتغل هاي اللحية، هم يكون في مليار ويا اللحية، هي التفاصيل مع العين، هذا رجل سبير، أسا ذا تبعون على اللحية، تبعون على الذيل، فالذيل هم ماتين جاي من اللحية، إنه أكو طبقات، أكو لايرز، أكو أوفرلاب. هاي نعمل محاولات بالكاليغرافي، انه ممكن اضيف لك كاليغرافي عربي او كتابات عربية او زغارف ممكن تكون عربية اكثر. فهاي استدينا هاي المنطقة مثل ما قلنا يعني ادى بها هواي نقطة، بس انه انت تغلط بيها كل اسبوع.